تفقد محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة صوامع القمح بمركز ومدينة أبو صوير، وأعلن بشارة أن محافظة الإسماعيلية وصلت لنسبة تقدر ب 45% حتى الآن من المستهدف توريده من محصول القمح هذا العام، حيث تم توريد 35 ألف طن من القمح للصوامع والشون المتواجدة بجميع أنحاء الإسماعيلية من أصل 84 ألف طن مستهدف خلال الموسم. حتى الآن وصلنا تقريبا في حدود 45% من المستهدف في محافظة إسماعيلية. الحقيقة المحصول السنة دي يعني ما شاء الله مبشر بالخير. احنا المفروض مستهدفين 84 ألف طن، وصلنا دلوقتي لحدود 35 ألف طن موزعين على 10 أماكن توزيع مختلف، سواء كان صوامع أو شون. كان ليا لقاء النهاردة مع التجار والمزارعين والقمح، وسألتهم الحقيقة هل في مشكلات بيتعرضوا ليها في موضوع التوريد واستلام.